لو الحكاية فيها إن فيجو هم بيكونش عندهم مثلاً أمل في الحياة أو بعد ما يؤمن بربنا أولاً وأخيراً. مش عن امتحان خالص. طب تفتكر الناس اللي بتنتحر دي بتنتحر ليه؟ بس بتعرف بتنتحر ليه؟ والله هي شعرة ما بين الإيمان واللا إيمان، يعني شعرة ما بين الاثنين، الإيمان بكل شيء واللا إيمان في كل شيء، يعني مش لازم الإيمان بالدين والكفر بالدين، الإيمان في كل شيء، الإيمان بنفسك، الكفر بنفسك، الإيمان بمصيرك، أو وصل لكل الحاجات فمش لاقي ما بعد، يعني زي مثلا هتلاقي اكبر نسبه انتحار في العالم موجوده مثلا في سويسرا، هو يعني يسمى بانتحار رفاهيه، هو وصل لكل حاجه من المتعه، مش لاقيين حاجه فبيجرب حاجه، ده نوع اعتقد مش موجود عندنا. كل اللي بينتحر عشان زهق